أعلن البنك المركزي أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليار جنيه. أكد البنك المركزي في بيان أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقاً والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية. استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز جهود تطوير سوق رأس المال عام 2023، مشيرة إلى بدء تداول أذون الخزانة في البورصة لأول مرة في تاريخ مصر لتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ورفع كفاءة عملية التسعير. هذا وأعلنت الرقابة المالية عن استضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، مشيرة إلى تبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وتنشيط الحسابات الراكدة. كما استعرضت أبرز جهود تطوير نشاط التأمين العام، ومن بينها الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين العرب والأجانب والمصريين الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبية نحو البيع. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.999 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيكس 30 بما نسبته 3.1% ليصل ويسجل ماقي قيمته 28964 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 24% ليبلغ مستوى 7306 نقاط. هذا وقد شملت الارتفاعات أيضا مؤشر AGX 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 22% إلى قيمته ليبلغ مستوى 10239 نقطة. استقرت أسعار النفط فيما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية، من المنتظر أن تقدم المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى $83.32 للبرميل. بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد انخفض بنسبة 0.4% ليسجل $78.28 للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.9% تصل إلى $2.62 للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.22% لتسجل $1.87 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر يناير الماضي لأول مرة منذ شهرين، مدعوما بانخفاض إنتاج السيارات وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.5% في يناير مقارنة بالشهر السابق عليه. كما أظهرت البيانات أن إنتاج السيارات الذي يدعم الإنتاج الصناعي انخفض 17.8%، وذلك بسبب تداعيات فضيحة تتعلق باختيارات وباختبارات سلامة مزيفة في شركة ديهاتسون موتور والمصانع التي اضطرت إلى تعليق عملياتها بسبب الثلوج الكثيفة. ذكرت وزارة المالية الأوكرانية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على إطلاق تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو للفترة ما بين 2024-2027. بموجب هذا الإعلان ستحصل أوكرانيا على حوالي 39 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية خلال الفترة من العام الجاري 2024 وحتى عام 2027، منها أكثر من 5 مليارات يورو على هيئة منح وهبات.
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي نمو اقتصاد البلاد بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2023 مدعوما بنمو أسرع في استهلاك الخدمات والتجارة الخارجية. هذا وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الفصلي عن الناتج المحلي الإجمالي أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بنسبة 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يعدل من قراءته الأولية التي نشرت في الشهر الماضي والتي أشارت إلى عدم وجود نمو على أساس ربع سنوي. وتم تأكيد النمو في الاقتصاد البلاد للعام بأكمله بنسبة 9%، انخفاضا من 2.5% في عام 2022.